أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي، أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي مع مادة الفيزياء. إيه، إحنا في الحلقة السابقة خدنا ابتدينا مع بعض المواقع الساكنة، واتكلمنا عن الكثافة، واتكلمنا عن الضغط في باطن سائل، واتكلمنا عن الضغط عامة اللي هو جسم صلب. إيه، بنكمل مع بعض الضغط الجوي وضغط الغاز. إحنا عندنا كل أنواع الضغط ناخدها السنة دي. في الضغط الجوي والضغط الغاز انا عندي بعرف الجهاز المستخدم اذا كان فيه اثبات بعرفه، ولازم اعرف الرسمه بتاعته. يبقى لازم ضروري ان انا اعرف الرسمه بتاعتي. ليه؟ ساعات بيجي يقول لي ايه، ارسم جهاز لقياس الضغط الجوي، يبقى انا لازم اعرف الرسمه طبعا بالايه، بالبيانات. او يجيب لي العكس يقول لي ايه، فيما يستخدم البارومتر الزئبقي، يبقى انا لازم اعرف ايه هو البارومتر الزئبقي، هو جهاز لقياس الضغط الجوي. نشوف كده مع بعضنا. لو جه قال لي الضغط الجوي، ايه هو اسم الجهاز المستخدم؟ اسمه البارومتر الزئبقي. ليه زئبقي؟ لان الماده اللي جواه زئبق. دايما الزئبق بيبقى سهل جدا ان هو يحصل له عمليه تمدد ويرتفع او ينخفض، زي ما ناخده بعد كده، يعني ايه، ناخده كتير في المنهج. ومن ضمن الحاجات الاساسيه لو انا مثلا رحت مع ماما عند الدكتور عايزه ايه، تقيس الضغط، فالدكتور بيمسك الجهاز ويقعد يدوس عليه، ببص الاقي الزئبق طالع نازل. ما هو ده الزئبق، لان موجود في انبوبه شعريه موجوده في جهاز الضغط. اسم الجهاز عندي البارومتر الزئبقي، ويطلق عليه بارومتر تورشيلي، وانا هقول ليه دلوقتي اسمه تورشيلي. الجهاز عندي بيبقى عباره عن حوض به زئبق وانبوبه منكسه، هذه الانبوبه طولها متر. يبقى انا عندي انبوبه منكسه، يعني ايه؟ انا هامله الانبوبه زئبق وطولها متر، مساحه مقطعها الوحده واحد، والحوض ده مليان زئبق، وهنكس الايه؟ الانبوبه جوه الحوض، يعني اقلبها بالبلدي كده. ايه اللي يحصل؟ المفروض ما يحصلش حاجه. ليه؟ ايوه صح كده، لان الماده واحده، الزئبق هو الزئبق، تمام، والمفروض الكثافتين زي بعض، ما كثافه الزئبق هي كثافه الزئبق. لكن اللي بيحصل ايه، بلاقي ان بعد فتره بيظهر جزء فاضي فارغ في اعلى الانبوبه المنكسه المقلوبه عند تانيه الانبوبه. ايه اللي حصل؟ قال ابدا، ادي الانبوبه بعد ما نكستها في الحوض اللي فيه زئبق، ابتدى الجزء ده يبتدي الزئبق ينزل ينزل ينزل، يعني هنا اتكون حاجه اسمها فراغ. كلمه فراغ يعني مفيش هوا، محدش يقول الهوا هو الفراغ، لا، الفراغ يعني لا يوجد به اي شيء، يعني ولا اكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا بخار ميه، تماما الفراغ، احنا ما نعرفش نعيش فيه اصلا، لكن الهوا احنا بنعيش فيه. طب يا ترى الحته اللي فضيت دي ايه، هوا جه منين؟ هو الهوا يقدر يدخل من الحوض اللي فيه زئبق ويزق جزيئات الزئبق ويطلع لاعلى؟ ما هو ده، لو ده نفع الهوا، لا، هو اللي بيحصل ان الهواء الجوي دوت ما بيقدرش يشيل غير طول معين من انبوبه الزئبق، عشان كده الزئبق بيبتدي ينخفض ينخفض لغايه مستوى محدد. هذا المستوى قاسه العالم تورشيلي، اسمه ايه بقى العالم تورشيلي؟ نسبه ليه اسمه، عشان كده سمينا البارومتر بالبارومتر الزئبقي او بارومتر تورشيلي. طيب العالم ده اكتشف ايه؟ قال ان الحته الفاضيه دي الضغط فيها، عمل التجارب لقاه صفر. يبقى لما يجي يقول لي ضغط التورشيلي ده عباره عن ايه، الضغط جواه الانبوبه بتاع التورشيلي، الضغط بيساوي صفر. طيب نيجي بقى للضغط الجوي اللي احنا بنتكلم عنه. وزن الانبوبه اللي عندي دي قاس الطول بتاع الزئبق ل 76 سنتيمتر. احنا قلنا الانبوبه تقريبا طولها متر ومنكسه وممتلئه للاخر زئبق. بيبتدي الزئبق الارتفاع بتاعه يقل يقل لغايه حد معين. عمل التجربة عدة مرات لغاية ما اكتشف ان ايه، ان هي الطول ده ما بيتغيرش، اللي هو 76 سنتيمتر، او لو احول للمتر يبقى 76 من 100 متر من مادة الزئبق. وسمي هذا الجهاز باسم البارومتر الزئبقي. يبقى فيما يستخدم البارومتر الزئبقي او بارومتر تورشيلي، ايوه، لقياس الضغط الجوي. طب يعني ايه بقى ضغط جوي؟ الضغط الجوي هو عبارة عن وزن عمود من الزئبق طوله او ارتفاعه 76 من 100 متر. طب مساحة مقطعه اللي تخن الانبوبة الوحدة. نشوف كده مع بعضينا. الضغط الجوي هو عبارة عن، هو الجهاز المستخدم يسمى البارومتر الزئبقي او البارومتر التورشيلي اللي هو الجهاز بتاعي. ده لو الرسمة بتاعته. طب بيتركب من ايه؟ حوض به زئبق، تمام، او انبوبة زجاجية منكسة الاول طولها متر، مملوءة بالزئبق ومنكسة في حوض به زئبق. يعني اللي يعجبكم، تبتدي بالحوض او بالانبوبه، والرسمه بتاعتها طبعا سهله جدا جدا. حوض في زئبق وادي الانبوبه، وبسيب الحته الفاضيه فوق عشان اسميها، ايوه، فراغ تورشيلي.
طب انا لو حبيت اعرف الفيديو دوت العالم عندي تورشيلي عمل ايه؟ هو جاب حوض، والحوض ده طبعا هيحط فيه ايه؟ ايوه تمام، هنحط فيه زئبق، وجاب الانبوبه طويله ونكسها وقلبها، اهي قلبها جوه الحوض وممتلئه للاخر زي ما احنا شايفين. بعد فتره لقى ان الزئبق ابتدى ينخفض ويسيب حته فاضيه فوق. الحته الفاضيه دي لما قاسها كذا مره لقى ان في طول معين عندي. الجزء الفارغ فوق دوت سمي باسمه، اسمه فراغ تورشيلي. يعني ايه فراغ تورشيلي؟ لما يجي يقول لي في الامتحان هو الحيز الفارغ فوق سطح الزئبق. يعني فارغ يعني فاضي ما فيهوش حاجه ولا هوا زي ما اتفقنا. طب ضغط الجزء دوت ايه؟ قال لي الضغط بتاعه بيساوي، ايوه بيساوي صفر. طبعا قعد تورشيلي يفكر كتير يعمل التجارب، وهل يا ترى الجزء الفارغ ده هل هيدنه زي ما هو بنفس الارتفاع؟ طبعا بيعمل تجارب كتير جدا، يكتشف ان ايه الهواء ما بيقدرش يشيل الا طول معين من الزئبق داخل الانبوبه اللي عندي. طيب طبعا الزئبق الزياده اللي نزل من الانبوبه من اعلى بيبقى موجود فين يا اولاد؟ طبعا في الايه، في الحوض. طيب قعد يدرس التجارب بتاعته لغايه ما وصل اللي هو الاتموسفير بريشر اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو اسمه بي اي بي بريشر، ايه اتموسفير اللي هو الضغط الجوي. واكتشف ان هو الضغط الجوي لازم بيساوي رقم معين، واقدر ان انا اقول عليه اللي هو 76 من 100 متر زئبق. طيب لو حبيت اعرف ده، لو جاء قال لي الجهاز اسمه ايه وارسمه، طبعا انا برسم لازم ايه بقلم رصاص ومسطره عشان اخد الدرجه كامله وبكتب البيانات. طب يعني ايه ضغط جوي؟ تعريف الضغط الجوي قلنا هو عباره عن وزن عمود من الزئبق، طوله ارتفاعه 76 من 100 متر من ماده الايه؟ الزئبق. وممكن لو انا عايز اتكلم عنه بتوسع شويه ممكن اقول مساحه مقطعه ايه الوحده لو انا عايز. طب لو جه قال لي لا ده انا عايز ايه فراغ تورشيلي، فاكرين احنا لسه قايله ايه هو؟ تمام ايوه، هو الحيز الفارغ فوق سطح الزئبق وضغطه بيساوي صفر. حيز فارغ فاضي مش هواء وفوق سطح الزئبق والضغط بتاعي بيساوي صفر. ده كله ده بنتكلم عن الضغط الجوي. طب احنا خدنا في الدرس السابق ما معنى، فاكرين؟ طب ما انا كل درس تقريبا فيه واحده او اتنين. ما معنى ان الضغط الجوي عند سطح البحر بيساوي 1.13 من 1000 بار؟ يعني ايه؟ هو انا خدت الضغط الجوي تعريفه ايه؟ ما معنى احنا قلنا يا اما جايب عايزني اقول التعريف او المعرف بيه. هنا بيقول لي ما معنى ان الضغط الجوي عند سطح البحر بيساوي 1013 من 1000 سوري 1.13 من 1000 بار. الاول يعني ايه بار؟ البار هي وحده من وحدات قياس الضغط الجوي زي ما ناخدهم دلوقتي. طيب ما معنى يعني ما المقصود؟ هو بيقول لي ايه الضغط الجوي، يعني عايز اقول له ايه تعريف الضغط الجوي؟ ايوه، هو وزن عمود من الزئبق طوله او ارتفاعه 76 من 100 متر من ماده الزئبق، ومساحه مقطعه تخنه اللي هو الوحده بيساوي ايه؟ هو كلمه ايه؟ ما هو ده تعريفه، بيساوي الرقم اللي قاله اللي هو 1.13 من 1000. ايه بقى الوحده؟ هو انا لما بقول ما معنى ان الضغط الجوي، احنا اتفقنا من الدرس السابق ان الضغط او الضغط الجوي وحده قياسه النيوتن لكل متر مربع، تمام. هنا بيقول لي البار، ما هو البار وحده من وحدات قياس الضغط زي ما هنشوف. طب انا لما باجي اجاوب بقول ايه؟ اي ان ايه وزن عمود الزئبق بيساوي 76 من 100 متر زئبق، ومساحه مقطع الوحده بيساوي ال 1.13 من 1000 ايه نيوتن. ليه نيوتن؟ ليه ما قلتش نيوتن لكل متر مربع؟ انا في الاجابه بتكلم عن الوزن. طب هو في فرق بين الضغط والوزن؟ طبعا في، الوزن هو عباره عن قوه جذب الارض للجسم، اما الضغط هو عباره عن قوه على مساحه، طبعا في فرق جامد. فده نيوتن لكل متر تربيع اللي هو الضغط، اما الوزن هو نيوتن فقط. لازم اخلي بالي من الاجابه علشان اقدر ايه اتكلم عنها بالتفصيل. طب انا عندي وحدات لقياس الضغط كتيره. احنا في الدرس السابق خدنا وحده واحده اللي هي لما قلت ايه نيوتن لكل متر مربع، يبقى وحده قياس الضغط هي نيوتن لكل متر تربيع. انا عايز بقى اتكلم عن الضغط الجوي اللي احنا درسنا جهازه اللي اسمه البارومتر الزئبقي او بارومتر تورشيلي. انا عندي 6 وحدات لقياس الضغط، 6. اول وحده اللي هي نيوتن لكل متر مربع، تاني وحده في وحده تسمى الباسكال،
وده اللي اتكلمنا عنها برضو في الدرس السابق، قلنا هو باسكال هو عالم من العلماء عمل قاعدة وناخدها حالا، واتكلم عنها وقال هي عبارة عن ايه الوحدة بتاعته، هي وحدة قياس الضغط اللي هو نيوتن لكل متر مربع. يعني ممكن في الامتحان يجي يقول ايه واحد باسكال بيساوي نقط، يبقى انا لازم فاهم ان هو بيساوي ايه نيوتن لكل متر تربيع. عندي وحدة تانية تسمى البار، والبار هي وحدة مصغرة ماشي كده، لا البار دي وحدة كبيرة، هي 10^5 نيوتن لكل متر تربيع. البار وحدة كبيرة، هي 10^5 نيوتن لكل متر مربع. طيب عندي وحدات ايه تاني؟ قال لي هو انا الانبوبة من شوية قلت طولها كام؟ 76 ايوه ملي متر زئبق، سوري 76 سنتيمتر زئبق. يبقى ممكن من ضمن وحدات قياس الضغط الجوي الملي متر زئبق، هو بيساوي ايه الملي؟ الملي هضرب في 10 اللي هو 76 في 10 يبقى 760. يعني انا لو عندي الضغط قليل قوي يبقى اسمه ايه ملي متر زئبق، وبيساوي 760 ملي متر. طب لو اكبر شويه اللي هو السنتي يبقى سنتي متر زئبق، بيساوي كام الطول بتاعه زي ما قلنا في التجربه؟ 76 سنتيمتر من ماده الزئبق. ممكن لو احول طبعا للمتر يبقى 76 من 100 متر زئبق. عندي واحده تانية تسمى التور، ت واو ر، تور. ايه التور ده؟ التور هو اختصار لتورشلي. مش احنا اتفقنا ان العالم اللي اكتشف الجهاز والفراغ اللي موجود اسمه تورشلي، بارومتر تورشلي؟ معنى كده ان هو قال طب انا هسمي وحده باسمي اسمها ايه؟ التور. والتور يساوي 1 مليمتر زئبق. طبعا في ناس يقولوا ايه دول كتار قوي، دول سته، انا هحفظ السته. ساعات كتير قوي في الامتحان بيجي يقول لي ايه اختار الاجابه الصحيحه من بين الاجابات الاتيه، واحد تور بيساوي نقط، ويجيب لي اجابات. يبقى انا لازم حافظ ان التور ده بيساوي 1 مليمتر زئبق، او حافظ ان الباسكال بيساوي نيوتن لكل متر مربع، او البار ايوه بيساوي 10^5 نيوتن لكل متر تربيع. يعني الست وحدات مهمين يا اولاد ولازم يتحفظوا. نشوف كده، واحد نيوتن لكل متر تربيع، اتنين باسكال بيساوي نيوتن لكل متر مربع، البار بيساوي ايوه 10^5 نيوتن لكل متر تربيع، الوحده الرابعه سنتيمتر زئبق اللي هو الطول اللي كان في الانبوبه اللي هو 76 سنتيمتر من الزئبق، او مليمتر زئبق اللي هو 760 مليمتر زئبق، او الوحده الاخيره بتاعت العالم تور ايوه اللي هو تورشيلي 1 مليمتر زئبق اللي هو بيساوي 760 في اللي هي الاسبق منها اللي هي رقم 5. يبقى انا عندي 6 وحدات لقياس الضغط الجوي لازم ابقى انا ايه عارفها. طيب نتكلم عن جهاز اخر اسمه المانومتر. ما هو المانومتر؟ المانومتر هو جهاز لقياس ضغط الغاز. ايه ده؟ ما انا درست الضغط الصلب، المواد الصلبه في الدرس السابق، والضغط في باطن سائل، وكلمنا عن السوائل المتجانسه والسوائل الغير المتجانسه في الانبوبه ذات الشعبتين اللي هي بتاعت الكثافه النسبيه للزيت. والنهارده اتكلمت في بدايه الحلقه عن الضغط الجوي والجهاز الايه البارومتر الزئبقي. الجهاز الاخر اسمه المانومتر. ما هو المانومتر؟ هو عباره عن جهاز انبوبه على شكل حرف يو ممتلئه بالزئبق. احنا قلنا الزئبق ده ماده سهله قوي عشان الحركه بتاعته وعشان يقدر يدي الايه المطلوب مني من التجربه. واجيب اناء بينتهي بين اناء او انتفاخ ممتلئ بالغاز المراد قياسه. انا عايزه مثلا اجيب ضغط الاكسجين، غاز الاكسجين، ضغط ثاني اكسيد الكربون، النيتروجين، وهكذا. فبملا الانبوبه عندي، يبقى انا عندي جهاز اسمه ايه؟ المانومتر، ويستخدم لقياس ضغط الغاز. طبعا الجهاز قصادي اهو على شكل حرف اليو، الانبوبه بها زئبق اللي هو اللون المظلل، وادي الانتفاخ اللي فيه الغاز. تمام، يبقى ده الغاز اللي انا عايز اجيب ايه الضغط بتاعه. بيتركب من طبعا انبوبه، اناء بها زئبق، واناء ممتلئ بالغاز المراد قياس ضغطه. لو انا حبيت اعمل تجربه عشان اقيس ضغط الغاز، انا عندي الانبوبه اهو، الغاز في الانتفاخ بتاعي وهيبتدي يتحرك. انا هعمل ايه؟ هعمل القاعده دي اللي خدناها في الدرس السابق اللي هو مستوى افقي واحد، فاكرين؟ يعني الضغط عند الف بيساوي ب او A وB. طب لما الضغط عند A وB ده كده هو عامل ايه؟ عامل الخط متساوي ومستوى افقي واحد زي التجربه اللي خدناها الدرس السابق. لا، هو اللي بيحصل حاجتين، يا اما الغاز يبقى ثقيل، ثقيل يعني تقيل، فهيعمل ايه؟ اهو هيزق الزئبق، شايفينه؟
في الانبوبه اللي على اليمين، ويدخل الغاز عندي عشان تقيل بيزقها وبيدخل على الانبوبه اللي على شكل حرف اليو. ودوت امتى؟ قال لي في الحاله دي بقول ان انا بقدر اعين حاجه اسمها فرق الضغط. فرق ضغط مين يا عم؟ فرق الضغط عندي بتاع الغاز وبتاع ضغط السائل اللي هو الاتش رو جي اللي هو الزئبق، زي ما هنشوف المعادلات بعد شويه، وهو مفتوح اصلا الانبوبه مفتوحه للضغط الجوي اللي هي بي اتموسفير. طب هو عايز يعمل ايه؟ هو اصلا عايز يحسب ضغط الغاز بي غاز. طب هيعمل ايه؟ قال لي ابدا، هياخد مستوى افقي اهو، خد مستوى افقي واحد. طب فين المستوى الافقي الواحد؟ عند نقطه الف او ايه، هنا طبعا في ايه وايه داش او ايه وبي. انا عندي في النقطه اللي هي عند الايه لاقيها في غاز فقط، يبقى عند ايه في بي غاز. اما عند النقطه اللي هي الايه داش او البي اللي هي الثانيه، عندي في زئبق اللي هو بتاعه ايه فاكرين، اللي هو الاتش رو جي اللي هو كثافه السائل، وعندي فوق مفتوحه للضغط الجوي. هنا بيقول لي في اختلاف في الارتفاعات، طبعا اكيد في اختلاف لان الماده مختلفه، ده غاز وده سائل، عمر ما الاثنين هيتساوي زي ما اتكلمنا قبل كده عن ايوه الكثافه النسبيه للزيت. كان الانبوبه اللي هي على شكل حرف يو برضو كنا قلنا حطينا الماء في احد الفرعين والفرع الاخر كان في الزيت او الكيروسين، وقدرت اثبت ان الارتفاعات مختلفه لما اثبتنا اتش 1 رو 1 بيساوي اتش 2 رو 2. هنا عايز بقى يحسب البي غاز. طب هيجيبه ازاي البي غاز ده؟ قال لي ببساطه قوي ان انا هقدر احدد اللي هو عند ايه اللي هو البي غاز، اما عند النقطه الاخرى فيها الزئبق وفيها مفتوحه للبي اتموسفير اللي هو الهواء، ومن هنا بعين حاجه اسمها ضغط الغاز. طيب انا اقدر كمان اعمل ايه؟ اعمل اجيب ايوه بنسميه ايه فرق الضغط. يبقى انا عندي حاجتين، اصل المانومتر يا اولاد بيستخدم في حاجتين، لقياس ضغط الغاز ولقياس فرق الضغط الاثنين. طب منين هيجي فرق الضغط ومنين هيجي ضغط الغاز؟ ببساطه انا هاخد اي مستوى افقي واقدر احدد النقطتين دول لازم يكونوا على مستوى واحد، يبقى الضغط عند النقطه الاولى بيساوي الضغط على النقطه الثانيه زي ما اتفقنا قبل كده، ودي قاعده عندي في ما دام بتكلم عن الضغط. طب لو انا عندي نقطتين مختلفتين او مادتين مختلفتين، تمام، ما هو ده اللي انا عايزه. انا عندي هنا غاز اللي هجيب ضغطه، وعندي زي ما اتفقنا ان الزئبق ده مهم جدا ان انا استعمله معايا، وعندي الضغط الهوائي لان الانبوبه مفتوحه من احد الفرعين، فرع في الغاز والفرع الاخر في الهواء او اللي هو الضغط الجوي. ومن هنا قدر ان هو يعين الضغط عند النقطه دي. نشوف كده مع بعض. لو انا ايه هعين ضغط الغاز، ادي الانبوبه، هقول لما يكون الغاز خفيف ايه اللي بيحصل؟ هاخد مستوى افقي واحد A و B يقعان على مستوى افقي واحد. طب الضغط عند ايه بيساوي ايه؟ قال لي عند الايه هيساوي الضغط عند B، تمام. طيب وانا عايز مين ايه ومين بي؟ على الضغط عند ايه اللي هو ضغط الغاز اللي هو من الناحيه الشمال، ده لما يكون مين؟ لما يكون الغاز عندي طبعا موجود في الانبوبه او في الانتفاخ. طب الضغط عند بي اللي هي النقطه الثانيه بتساوي بي اتموسفير زائد اتش جي رو او اتش رو جي. طب انا لسه قايل مفترض ان الضغط عند ايه النقطه الاولانيه بيساوي الضغط عند بي، اعمل ايه بقى؟ ايوه هساوي الطرفين، يبقى بي غاز بتساوي بي اي اتموسفير زائد اتش رو جي او اتش جي رو. طبعا ده ممكن قوي في الامتحان يجي يقول لي ايه؟ ارسم جهاز المانومتر واكتب معادله ايوه تعيين ضغط الغاز. فهرسم الجهاز اللي قصادي واكتب بي غاز بتساوي بي اي زائد اتش رو جي. طب ايه اللي حصل لو عندي العكس بقى؟ مين العكس؟ لو الايه؟ لو الزئبق تقيل تقيل يكون يحصل ايه؟ يبقى برضه الضغط عند ايه بيساوي الضغط عند بي. طب هو ايه بقى هيبقى في عندي ايه؟ عندي عند النقطة ايه في غاز زائد اتش رو جي، يعني الدنيا ايه؟ هتبقى العكس بقى، بدل ما هي اليمين لا هيبقى الشمال. طب عند بي اللي هي النقطة التانية هيلاقي بي ضغط جوي فقط. طب انا عندي قاعدة بتقول ايه؟ الضغط عند ايه بيساوي الضغط عند بي، تمام. هساوي بقى مين؟ هقول بي غاز زائد اتش رو جي بتساوي البي ايه اللي هي الضغط الجوي. طب انا عايزة البي غاز دي لوحدها، انا اصلا الجهاز بيقيس بي غاز، اعمل ايه في الاتش رو جي؟ زي ما اتفقنا قبل كده رياضيا هودي الاتش رو جي اللي هو ضغط السائل اللي هو الزئبق الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يبقى اذا بي غاز بتساوي بي اي الضغط الجوي طبعا لانها بالموجب سالب اتش جي رو. ده اسمه ايه بقى؟ فرق الضغط. كلمه فرق يعني ايه؟ ماينس سالب. يبقى انا كده عملت ايه؟
جبت جهاز المانومتر لما يكون اقدر اقيس ضغط الغاز يبقى بي ايه سوري بي غاز بتساوي بي ايه زائد اتش رو جي. طب انا عايز فرق الضغط، كلمه فرق يعني في سالب، يبقى بي غاز بتساوي بي ايه اتموسفير سالب اتش رو جي اللي هو ضغط الزئبق او السائل اللي عندي. تمام يا اولاد؟ هنتكلم بقى عن قاعده باسكال. مين قاعده باسكال؟ ببساطه هي فرامل السياره، كلنا عارفين فرامل السياره. فرامل السياره عباره عن ايه؟ عباره عن دواسه صغيره جوه العربيه انا بدوس عليها، طبعا هي متصله ايوه بزيت اللي هو زيت الفرامل من اسفل في انبوبه، وفي نهايه انبوبه الزيت بتاعت الفرامل في متصله بمكبس عند العجل الخلفي للسياره. اصل عم باسكال ده، باسكال ده مين؟ عالم من العلماء، عمل دراسات كتيره، وهو اللي كنا اتكلمنا عنه في الدرس السابق، وقلنا كلمه باسكال يعني بتساوي نيوتن لكل متر تربيع، ولسه قلنا عنه من شويه برضو هي وحده قياس من وحدات قياس الضغط الجوي. إيه قال ايه؟ اذا حدث ان انا زودت الضغط على سائل والسائل ده موجود في حيز معين في مكان محدد، فان الضغطه اللي انا زودتها دي هيبتدي يزداد بسرعه كبيره جدا ويعمل ايه؟ الضغط يزيد جوه السائل، وكل يعني طول ما هو الضغط زياده يحصل إيه؟ ضغط بين جدران الاناء وبين جزيئات السائل. كمثال لو انا جبت ازازه حاجه ساقعه مغلقه وقعدت ارج بيها، قاعد ارج ايه اللي بيحصل؟ ببص الاقي جزيئات السائل نتيجه للرج بتاعي كاني بضغط او بخلي جزيئات السائل بتصطدم ببعض. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ لو انا جيت فجاه ورحت فتحت الازازه، ايه اللي بيحصل؟ السائل مع الغاز بيطلع على هيئه نافوره او يطلع بسرعه الى اعلى. ليه؟ انا زودت الضغط داخل الايه؟ الزجاجه. انا بقى هو مش هيعمل اناء زجاج، لا طبعا احنا عارفين ان زيت الفرامل في اناء معدن بيبقى موجود تحت في اسفل العربيه. فالعالم باسكال قال ايه؟ اذا حدثت زياده في الضغط الواقع على سائل والسائل ده موجود في حيز معين، السائل ده ايه اللي هيحصل للسائل؟ هيزداد الضغطه بتاعته دي، تزداد بمقادير كبيره جدا متساويه بين جدران الاناء وبين جزيئات السائل. نشوف كده تعريف ايه قاعده باسكال. إذا أثرنا بضغط على سائل محبوس في إناء فإن هذا الضغط ينتقل إلى جميع أجزاء السائل وجدار الإناء الحاوي له. اللي قصادي دي اللي هو الجهاز بتاع فرامل السيارة، ويطلق عليه المكبس الهيدروليكي. بيتكون من أيوه مكبس صغير اللي هو على الشمال اللي هي الدواسة جوه العربية، متصلة بالإناء اللي هو فيه زيت الفرامل اللي هو ماشي معايا ده على شكل حرف اليو، وبينتهي بمكبس كبير، وهذا المكبس الكبير ملتصق بالعجل الخلفي للسياره. طيب لما اجي انا بستخدم الفرامل، يا ترى مجرد ما بدوس عليها بتقف العربيه على طول ولا بدوس واشيل وادوس واشيل؟ طبعا لا، انا مجرد ما بدوس على الدواسه بتاعت الفرامل طبعا ما بدوسش واشيل على طول، بداني دايس مثلا نص دقيقه دقيقه الا ربع دقيقه بكبير وقوي، وابص الاقي العربيه الضخمه دي وقفت. مهما كانت العربية، عربية كبيرة، عربية مقطورة، الجهاز الضخم ده كله أبص لي فجأة وقف. هي معقولة الضغطة بتاعتي الصغيرة دي على الدواسة هي اللي وقفت العربية؟ قال لي اه، قاعدة باسكال قالت كده، قالت إذا حدث زيادة، الزيادة دي بتزيد، تقعد تتزايد، لأن أنا دني بدوس على الدواسة ودني ضاغط. ما ادوس يعني إيه؟ بضغط برجلي، بريشر بتاعي، الدرس بتاعي، بضغط برجلي على الدواسة، فكل ما بدوس طبعا اللي بيحصل الضغط بتاع جزيئات السائل بيزيد، ويقعد يزيد يزيد، لان انا بدني دايس لغايه ما العربيه بتقف، ما بشيلش رجلي مع الفرامل الا اذا لما العربيه تقف. تمام كده؟ بعد كده اللي بيحصل الضغط اللي انا بزوده ده بسرعه بيزيد، يروح يضغط على المكبس الكبير. طب انا المكبس الكبير هيضغط فهيزق ايه؟ العجل الخلفي، فبتقف الايه؟ السياره. طب انا عايزه اقول حاجه تاني، لما انا بضغط على المكبس هل يا ترى المكبس بيفضل في مكانه ولا بيدخل يتحرك لجوه؟ بيتحرك مسافه. بيتحرك ايه؟ مسافه. طيب والمكبس الكبير لما نتيجه للضغط وزياده الضغط عليه بيبتدي برضه يتحرك ايه؟ بمسافه. ليه انا بقول كده؟ لان انا هعمل دلوقتي استنتاج لقاعده باسكال عشان اقدر احدد ايه هي القاعده بتاعتي. وفي حاجه اسمها الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي، والفائده الاليه دي اقدر استنتجها او اثبتها. نشوف كده يعني ايه تطبيق على مبدا باسكال اسمه المكبس الهيدروليكي، وهو اللي انا اتكلمت عنه اللي هو عباره عن اناء به زيت الفرامل او به سائل، يتكون من مكبسين
احدهما مساحه مقطعه صغيره، مساحه المقطع او المساحه اللي هي اريا، فاكرين ايه سمول، اما المساحه الكبيره اللي هي ايه كابيتال. يبقى انا عندي في المكبس الهيدروليكي في ايه، في سائل اللي موجود في حيز معين اللي هو في الاناء، ومساحه مكبس صغير اللي هي ايه سمول، ومساحه مكبس كبير اللي هي ايه كابيتال. تمام كده. طيب عايز اقول حاجه كمان، انا عايز اضغط برجلي على المكبس، وانا لما بضغط برجلي دي الضغط ده اسمه ايه، بريشر بي. طب احنا قلنا قبل كده البريشر ده عباره عن ايه، فاكرين؟ هو القوه المؤثره عموديا على وحده المساحات. يعني انا هضغط برجلي بقوه رجلي، يبقى المكبس الصغير في الفرصه الصغيره اللي هي رجلي. لما ابتدى زايد الضغط بين جدران الاناء وجزيئات السائل بيوصل للمكبس الكبير فبيضغط على العربيه. طيب العربيه دي اف بتاعتها كبيره ولا صغيره؟ طبعا الاف بتاعتها كبيره بالمقارنه بوزني. انا لو انا ضغطت برجلي مثلا وزني 100 120 ايا كان، لا العربيه بتبقى بالايه، بالالف. يعني ايه بالالف؟ يعني مثلا 10000 كيلو 20000 كيلو. طبعا بتبقى ايه، العربيه بتبقى تقيله مش خفيفه، بدليل لو هي عطلانه بيبقى على الاقل 3 4 اشخاص بيبتدوا يزحزحوها مش يشيلوها، يبتدوا يحركوها من مكانها عشان الطريق لو واقفه في وسط الطريق. طيب نشوف مع بعض كده، لو انا حبيت ان انا اعمل استنتج الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي، انا عندي لو انا حبيت استنتج، ادي المكبس بتاعي، ادي المساحه الكبيره وادي اريا الصغيره، ادي ايه سمول وادي ايه كابيتال، تمام، وادي السائل اللي عندي. انا هضغط برجلي هنا، ما دام هضغط ده هعمل ايه في الضغط بتاعي؟ هعمل بريشر بي، صح؟ طب انا ضغطت بمين؟ برجلي. يبقى انا رجلي هضغط، لما اضغط هعمل ايه اللي هي ايه، اف سمول. يبقى رجلي انا اسمها اف سمول، اصل انا خدت ايه، خدت ان بي بتساوي ايوه اف على ايه، دي مين دي؟ اف الصغيره دي رجلي، ايه اللي هي مساحه المقطع بتاع المساحه الصغيره. طب انا ضغطت هنا اتحركت؟ اه طبعا اكيد اتحرك المكبس، اتحرك مسافه معينه هنا، المسافه دي اهي اسمها واي 1 عشان الاثبات، واي 1. ابتدى يضغط السائل بسرعه الزيت لغايه ما زق مين؟ المكبس الكبير. هو المكبس الكبير مساحه مقطعه ايه؟ ايه كابيتال. طب هو اتحرك ولا ما اتحركش؟ قال لي اه طلع لفوق شويه، تمام، معنى ان هو اتحرك من مكانه، يعني عمل مسافه برضو. اه ده عمل مسافه اسمها واي 2. يبقى واي 1 الحركه اللي اتحركها المكبس الصغير، واي 2 المكبس اللي اتحركها ايه؟ سوري، المسافه اللي اتحركها المكبس الكبير. طبعا بيبقى متصل بالعجل الخلفي للسياره. هي السياره فيها ايه؟ ايوه اف كابيتال. يعني معنى كده انا عندي، شايف كام رمز؟ كتير. عندي الضغط اللي هو البي، تمام، وعندي اف سمول اللي هي رجلي اللي هتضغط على المكبس، وعندي ايه سمول اللي هي مساحه المكبس الصغير، وايه كابيتال مساحه المكبس الكبير، وعندي اف كابيتال اللي هي الفرس بتاعت العربيه، وعندي في مسافتين، مين المسافه؟ واي 1 وواي 2. طب انا عايز اجيب ايه؟ قال لي انا عايز اجيب حاجه اسمها الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي. ازاي اجيب الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي؟ هقول البريشر ضغط بتاعي بيساوي اف على ايه؟ طب انا عندي اف تانيه، اه اف كابيتال على ايه كابيتال. الضغط عند المكبس الكبير اللي هي القوه الكبيره على المكبس الكبير، الضغط عند المكبس الصغير اف بتاعت رجلي على ايه سمول. انا خلاص كده مش عايز البي، العلاقه بقى دلوقتي اف كابيتال على ايه كابيتال بتساوي اف سمول على ايه سمول. انا عايز ايه؟ انا عايز الاف لوحدها في ناحيه، هقول اف بتساوي، طب اودي الايه فين؟ ها فاكرين؟ عامل مقص، هضرب الايه فوق اهي، والعلاقه اصلا اف على ايه زي ما هي، ادي اف على ايه الناحيه الشمال، سوري اليمين، وهعمل مقص اضرب الايه فوق. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا خليت اف بتساوي اف سمول على ايه سمول في ايه كابيتال. طب انا ممكن ابدل، بصي صباعين اهم، ابدل الصباعين كده، هنا مثلا 5 في 2 هي هي 2 في 5، يعني هقول ايه؟ اف كابيتال بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول، وادي الاف سمول فوق اهي. انا عملت ايه؟ بدلت الايه الرمزين اللي هو ايه كابيتال واف سمول. جه بعد كده قال لي طب انا مش عايز الاف الناحيه دي، ليه؟ قال لي ما المساحات في ناحيه، ايه على ايه؟ ينفع اودي دي اهي تنزل تحت بالمقص، يبقى اف كابيتال
على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول، وده قانون هحل بيه مسائل. اف الكبيره بتاعت العربيه ما انساش، اف الصغيره رجلي، ايه كابيتال اللي هي مساحه المكبس الكبير، ايه سمول مساحه المكبس الصغير. طب انا قلت ايه من شويه؟ قلت حصل ان في حركه للمكبسين، تمام، اللي هي واي 1 وواي 2. قال لي هو في شغل بيبذل عن المكبس؟ قال لي اه، الشغل المبذول عند المكبس الصغير لازم يساوي الشغل المبذول عند المكبس الكبير. يعني اف كابيتال في واي 2 بيساوي اف سمول في واي 1. مين دول؟ احنا خدنا الشغل في سنه اولى هو عباره عن ايه؟ اذا اثرت قوه على جسم فانها تحركه مسافه. طب انا اثرت على القوه اللي هي الاف الكبيره بمسافه واي 2، والاف الصغيره اللي هي رجلي بواي 1. طب العلاقه دي ينفع احط اف كابيتال على اف سمول؟ طبعا اكيد، اف كابيتال على اف سمول بتساوي، نركز، مين مع مين؟ واي 1 وواي على واي 2. ليه؟ ها؟ لو عملت مقص اف الصغيره في واي 1 اهي بتساوي اف الكبيره في واي 2. طب انا لسه قايل اف الكبيره على اف الصغيره اللي هي دي، ما العلاقه دي هي دي. اذا ايوه، اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول بتساوي واي 1 على واي 2. يبقى انا كده اثبتت ايه؟ الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي. طبعا هو الاثبات مش طويل ولا حاجه، بس هي الرموز شبه بعض، بس انا لازم ابقى عارف ان اف الكبيره هي العربيه، مساحه الاريا الكبيره اللي هي مساحه المكبس الكبير، اف الصغيره اللي هي رجلي على مساحه المكبس الصغير. يعني لو جه قال لي استنتج الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي، هبتدي بالعلاقه اللي هي بي بتساوي اف سمول على ايه سمول بتساوي اف كابيتال على ايه كابيتال، وابتدي ايه ابعد الايه عندي في الناحيه الثانيه زي ما اتفقنا، هتبقى اف كابيتال بتساوي اف على ايه، اف سمول على ايه سمول في ايه كابيتال. طب ينفع ابدلهم؟ طبعا سهله جدا، هقول اف بتساوي ايه على ايه في اف سمول. طب ينفع اودي الاف الصغيره الناحيه الثانيه، تبقى اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول، ودي اللي هحل بيها مسائل بعد شويه. طب فين بقى الشغل يا عم؟ قال لي اهو مبدا بقاء الطاقه، احنا خدنا من سنه خمسة ان الطاقه لا تفنى ولا تخلق من عدم، يعني الشغل اللي بيبذل او الطاقه اللي موجوده ليها صوره اصلا او ليها اصل. فبقول ايه؟ الشغل المبذول على المكبس الصغير لازم يساوي الشغل المبذول على المكبس الكبير، يعني اف سمول في واي 1 تساوي اف كابيتال في واي 2. يبقى انا هعمل العلاقه بقى بسط ومقام، اف كابيتال على اف سمول بتساوي واي 1 على واي 2. ينفع ان انا احطها مع ايه؟ طبعا اكيد. اذا الفائده الاليه للمكبس الهيدروكي بتساوي اف كابيتال على اف سمول بتساوي واي 1 على واي 2 بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. والعلاقه دي لما يجي يقول لي استنتج الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي. فبعض الاحيان في الامتحانات يجي يقول لي كيف تصل او استنتج العلاقه اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. يبقى انا نص الاثبات هو عايز لغايه هنا، لو هو لا، لكن لو هو جه قال لي استنتج الفائده الاليه يبقى انا هستنتج للاخر اللي هي اف الكبير على اف الصغيره بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول بتساوي واي 1 على واي 2. نشوف كده فيديو يوضح لي باسكال عمل ايه في الضغط. هو جاب ازازه ميه بلاستيك وضغط عليها، فطبعا ايه انفجرت والسائل اللي فيها خرج. طيب قعد يفكر هيعمل ايه، فجه قال لو انا ضغطت عليها، طبعا احنا عرفنا اذا زاد الضغط فايه اللي بيحصل، الضغط الزياده بيحصل فيه انفجار. قعد يفكر ان هو يستخدم بدل البلاستيك يستخدم اناء، طبعا معدن، المعدن طبعا ما بقدرش ايه ان هو لو انا ضغطت عليه ان هو ينفجر او حاجه. جاب الاناء وراح حاطط فيه سائل وابتدى يضغط عليه من اعلى، فطبعا إيه اذا الضغط زاد فبيأثر عليه. طيب هيعمل ايه بقى؟ ابتدى يعمل العلاقه بتاعته اللي هي بتاعه المكبس الهيدروليكي اللي هي بنسميها فرامل السياره. واتاكد لما يجي يقول لي تطبيق على قاعده باسكال لازم اقول اسمها مش فرامل السياره، اسمها المكبس الهيدروليكي، لان ده الاسم العلمي بتاعها. هو هيعمل ايه؟ جه عند المكبس الصغير وزود الضغط، شايفين المسافه اللي اتحركها؟ اذا زاد الضغط اللي بيحصل بيبتدي الضغط يزيد لغايه ما بيوصل للكتله الكبيره او اللي هي الاف الكبيره اللي هي بتاعه العربيه. يبقى اف الكبيره بتساوي ايه كابيتال على سمول في اف سمول. قلنا هنقدر نبدل، تمام، يبقى تبقى اف بتساوي، فاكرين احنا قلنا ايه؟ يبقى ايه على ايه بتساوي اف سمول. طب انا هحط الاف الصغيره الناحيه الثانيه، يبقى اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول.
طب دي بنسميها ايتا او الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي، بتساوي اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. وده القانون اللي انا هحل بيه مسائل حالا. القوه الكبيره قلنا العربيه، القوه الصغيره اللي هي رجلي. طيب بستخدم في ايه قاعده باسكال بقى؟ كلمه تطبيق يعني ايه يا اولاد؟ استخدام في حياتي. كلمه تطبيق يعني استخدام. انا بستخدم قاعده باسكال، احنا عندنا في منهج سنه تانية حلو جدا في ايه بقى؟ ان انا اقدر استفيد منه واطبقه في حياتي، اقدر استفيد منه في حياتي. يعني كمثال الدرس السابق اتكلمنا عن الضغط الجوي، احنا كلنا معظمنا في ناس بتنزل في الميه، وفي ناس مثلا لا قدر الله تعبانه بتبقى عندها ضغط ان كان مرتفع او منخفض. يبقى انا بقى بس بشوف، شفت الجهاز اللي انا بقيس بيه الضغط الجوي. طيب النهارده بنتكلم عن قاعده باسكال، انا هستفيد منها في ايه كشخص؟ اول حاجه ابسط حاجه خالص، انا عندي عربيه والعجل بتاعها نام، ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها كوريك بيبقى عندي، طبعا كلنا عارفينه، بدوس عليه برجلي بزود الضغط وببتدي يحصل ايه؟ بيبتدي الكوريك ده يرفع السياره الى اعلى، وبتبتدي انا اقدر اغير العجل بتاعي بالاستيب. او انا جبت مثلا عربيه او معروض عليا عربيه اشتريها، بروح رافعها وحاططها فين؟ في المحطه. بيبتدي الراجل يدوس على زرار صغير بيبتدي يرفع السياره ويبتدي يكشف عليها ويشوف الموتور ويشوف الحاجه ويشوف الحاجات اللي تحت، ويقدر يقول لي كانت مثلا انفع اشتريها او لا، او لو انا عايز اصلح حاجه فيها برضو بتبقى سهله جدا. كلنا بنروح لدكتور السنان، تمام؟ كلنا اول ما بننام على السرير بتاع الدكتور بيدوس على دواسه عنده بيبتدي يرفع السرير او يخفضه حسب ايه الطول بتاعي. طب الجهاز ده بيعمل ايه؟ قال لي برضو في تطبيق اللي هو قاعده باسكال اللي هو المكبس الهيدروليكي. يبقى معنى كده ان انا تطبيق قاعده باسكال دي موجود في حياتي. كلمه تطبيق يا اولادي يعني استخدام في حياتي، انا كانسان بستخدم قاعده باسكال دي في حياتي، تمام؟ طيب نشوف بقى الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي. لو قال لي ايه؟ قال لي عرف الفائده الاليه. احنا جبنا القانون، لكن كلمه فائده اليه بس لو اتكلم عنها بس بقول هي عباره عن النسبه بين مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير. يعني ايه؟ ايه كابيتال على ايه سمول؟ مش احنا اتفقنا ان في مكبسين عندي اهو، يبقى انا عندي النسبه بين مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير اللي هي ايه كابيتال على ايه سمول. ده امتى؟ لما يقول لي الفائده الاليه، عرف الفائده الاليه للمكبس. طيب لو قال لي بقى حاجه تاني، ما معنى ان؟ السؤال الاساسي في كل درس. الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي بيساوي 100، معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اجيب نسبه ايوه مساحه المكبس الكبير على مساحه المكبس الصغير بيساوي الرقم اللي هو قايله. يعني هقول له اي ان ايوه مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير بيساوي 100. 100 ايه؟ ها احنا من الدرس السابق قلنا ايه؟ النسبه لا تميز، ليس لها وحده قياس. يبقى هقول 100 وبس. حتى في السؤال هو قال لي ما معنى الفائده، ما هو عباره عن نسبه، احنا قلنا النسبه هي زي نص ربع خمس، ليس لها وحده ايه؟ قياس. طيب ناخد مثال، نركز بقى في المثال ده عشان ده فيه فكره ولازم الفكره تتفهم. في محطة لخدمة غسيل سيارات، كان قطر الأنبوبة الهواء المضغوطة في آلة الرفع الهيدروليكي اللي هي مين؟ اللي هو المكبس الهيدروليكي، هو 2 سنتي مربع، وقطر المكبس الكبير 32 سنتي مربع. احسب قوة ضغط الهواء، عايز اف. أنا اف بقى اللازم لرفع سيارة كتلتها 1800 كيلو جرام. يبقى السيارة كتلتها دي الام بتاعتها، وعلما بان عجله الجاذبيه بتساوي 10 متر كل ثانيه تربيع. المساله دي طبعا دي من بتاعه كتاب الوزاره، وش كده بتيجي في ايه في الامتحانات مع اختلاف الارقام لو هتيجي ايه طبعا ايه بيبقى فيه تغيير شويه. هو هنا جايب ايه؟ جايب قطر الانبوبه. انا طبعا عندنا المس او المستر ما قالش كلمه الانبوبه دي، قال مساحه ايه كابيتال او ايه سمول. لا هنا للاسف فيها لعبه شويه، ايه هي؟ مديني قطر الانبوبه قطرها. لا يا عم ده انا عايز مساحه، ما انا خدت المساحه ايه؟ خدتها في ابتدائي ان المساحه اللي هي ايه؟ بتساوي مين؟ بتساوي ط نق تربيع، فاكرين؟ ط نق تربيع اللي هي باي ار تربيع. طب انا عندي مساحه صغيره ايه سمول؟ ما هي برضو باي ار تربيع. ايه الفرق بينهم؟ ان دي ار 1 ودي ار 2. المكبس الصغير ايه سمول؟ ط نق تربيع بس الاولاني، اما الايه؟ ط نق تربيع اللي هي باي ار تربيع رقم 2، عشان ده ايه؟ المساحه الصغيره والمساحه الكبيره.
هو هنا ما قالش مساحات، هو قال قطر. طب انا هعمل ايه؟ كلمه الار دي خدناها السنه اللي فاتت اللي هي الراديوس اللي هو ايه؟ نصف القطر. يعني انا القطر اللي هو جايبه هعمل ايه؟ هقسمه على 2. يعني مثلا هنا قال الار دي ب 36، هقسم على 2 بقت بكام؟ إيه سوري، ب 32. ب 32 بكام؟ ب 16. دي الار الواحده، هو عايز تربيع يعني. ب 16 في كام؟ تمام، في 16. بس ده سنتي، يعني ايه سنتي؟ هو قايل القطر بسنتي. انا كده قسمت على 2 عشان اجيب نصف القطر، ادي اللي هو الاولاني. بس هو قال تربيع، ار تربيع يبقى الرقم في نفسه. طب هو قال على ايه؟ ده سنتي، يبقى اعمل ايه؟ هقسم على 100 في 100 عشان احول من سنتي مربع الى متر مربع، او اضرب الرقم ده في 10 اس سالب 4. ده صح وده صح، اللي يعجبك. لما بحول من سنتي مربع الى متر مربع لازم اقسم على 100 في 100 مربع مرتين، او اضرب فوق في 10 سالب 4. هي اللي هم الاربع اصفار، هو 1 2 3 4 يطلع فوق باشاره مخالفه للاس. طب نيجي للار الصغيره، هو قال بكام؟ ب 2 سنتي مربع. يعني معنى كده 2، انا هاخد نصف القطر، يبقى 2 على 2 بكام؟ ب1، صح؟ سنتي ولا متر؟ قال لي سنتي، يبقى هضرب في 10 اس سالب 4 على طول، او اقسم على 100 في 100 اللي هي على 10000. فكره المساله في الحته دي، اذا انت فهمتها كويس هتعرف تحل كويس. طبعا دي قاعده باسكال مهمه جدا وتطبيق مهم جدا في حياتي، فاكيد مساله منها بتيجي في امتحان النصف العام. يبقى انا عرفت هنا القطر، انا عايز ايه؟ مساحه. طب في علاقه بين القطر والمساحه؟ قال لي في علاقه بين نصف القطر والمساحه، اللي هي باي ار سكوير، اللي هي ط ناقص تربيع. طب انا هعمل ايه؟ انا عندي قطر اول وقطر تاني، الاولاني الصغير اللي هو ب2، فهقول 2 على 2 عشان اخد النصف واحوله لمتر مربع، فبضرب يا اما في 10 سالب 4 او اقسم على 100 في 100، الاثنين صح. طب نيجي للاريا الكبيره اللي هي القطر الاولاني اللي هو 32 على 2 ب 16. طبعا هربع 16 في 16 في 10 اس سالب 4 او على 100 في 100. دي مشكله المساله، لو انا عرفت احلها يبقى تمام كده. عندي بعد كده بقى في حاجه تاني، هو هنا قال لي ايه؟ احسب قوه ضغط الهواء. قوه يعني اف فورس. قال لي فورس فيهم الكبيره ولا الصغيره؟ انا ما فهمتش. تمام، كمل المساله. بيقول لك لازم لرفع سياره كتلتها، يعني كتله السياره دي، يعني دي الاف الايه؟ الكبيره؟ لا دي كتله. طب ما نكمل المساله، علما بان عجله الجاذبيه 10، انا خدت قبل كده وباخد تاني وفي سنه ثالثه ان شاء الله هقول اف بتساوي ايوه ام في جي، قانون نيوتن الثاني. انا عندي الاف الكابيتال هي عباره عن حاصل ضرب كتله السياره في الجرافيتي بتاعتي او عجله الجاذبيه. يبقى معنى كده الاف الكبيره اللي هو مديهاني اللي هي كتله العربيه اللي هي 1800 في ال 10 اللي هي الجرافيتي بتاعتي، يبقى دي الكتله الكبيره. سوري القوه الكبيره. يبقى هو عايز مين؟ قوه ضغط الهواء. هو مين اللي هيرفع العربيه؟ مش قوتي انا؟ يبقى هو عايز اف ايه؟ سمول. عايز اف سمول. نشوف مع بعض كده نحل ازاي. طبعا اول حاجه هنكتب الايه؟ القانون اللي هو اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. تمام، هي اف كابيتال بكام قلنا؟ اللي هي ام في جي اللي هي 1800 في 10 على اف سمول اللي هي مجهوله. هو عايز قوة رفع أو ضغط الهواء اللي هترفع عايز سيارة، يبقى دي رجلي اللي هترفع السيارة. طيب إيه إحنا عملناها إيه؟ قلنا إيه؟ ط ناقص تربيع، فاكرين؟ اللي هي باي آر سكوير. طب ليه في 2 تحت؟ رقم 2 ده يدل على المساحة الكبيرة، ما انساش. طب نيجي لتحتها باي آر 1 سكوير اللي هو إيه سمول. سكوير يعني الرقم في نفسه. لكن 1 و2 اللي تحت دي يعني مكبس كبير ومكبس صغير عشان ما تتلخبطوش. تاني السكوير بتبقى فوق اللي هي المربع، يعني مثلا 5 في 5 اللي هي بنسميها الرقم في نفسه في الرياضه. اما 1 و2 اللي هي تحت الرمز دي بتبقى ايه؟ مكبس صغير ومكبس كبير. تمام؟ طيب ابتدي اعوض. طبعا 1800 في 10 ب 18000 على اف سمول بتساوي الباي اللي هي الط، باي فوق وباي تحت. وفوق عندي انا يا اما زي ما انا قلت لكم هنضرب الرقم اللي هو 16 في 16 في 10 سالب 4، او نقسم على 100 في 100 اللي هي على 10000، فهتدي
الرقم اللي قصادي. باي برضو تحت تمام، في اللي هو 1/10000 اللي هو قسمنا على 100 في 100. طبعا عشان اعمل الاف هعمل ايه؟ مقص. كلنا عارفين اللي مضروب في الاف ينزل مقام، يعني اف عندي مضروبه في باي في 256/10000 دي هتنزل مقام تحت. طب الارقام اللي فوق في البسط اللي هي ايه؟ اللي هي 1800 على في الباي في 1/10000. طبعا انا ممكن ببساطه لو انا فاهم، طبعا دي عايزه بقى اللي هم العيال الشاطره في الرياضه شويه او اللماحه في الرياضه، باي بسط وباي مقام الشطبو طبعا تمام. نيجي لل10 اس سالب 4 اللي انا قلت عليها من شويه، عشان احول من سنتي مربع لمتر مربع ممكن اقسم على 10000 اللي هي 100 في 100 او اضرب فوق في 10 اس سالب 4 تمام. انا ممكن يعني اشطب من سالب 4 فوق ومن سالب 4 تحت، فالمساله كده تبقى تقريبا ايه قربت تخلص. انا شطبت الباي وشطبت ال10 اس سالب 4. طب انا اف بكام؟ ب 70.3 ايه نيوتن. ليه نيوتن؟ لان دي وحده قياس القوه. النهارده كنا مع بعض في درس قاعده باسكال، وعرفنا ان انا بستخدمها في تطبيقات كتيره جدا في حياتي، وعرفنا ان الفائده الاليه اللي هي مساحه المكبس الكبير على مساحه المكبس الصغير اللي هي ايه كابيتال على ايه سمول، وهي ليس لها وحده قياس لانها ايه نسبه. وعرفت ان انا اقدر احل المسائل بالقانون بتاعي اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. اتمنى انكم استفدتوا مني وفهمتوا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. الى اللقاء.